في عندي في الإنارة الخارجية في الأوتدور لايتنج، ودي حاجة مهمة جدا 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 اللي احنا هنتكلم عليها، اللي بيسموها السبايك لايت، إنارة الغرس، إن أنا بحطها تحت الشجر، تمام، بعمل لها كده وتد، تمام، بخليها تحت الشجرة بتحس نار للشجر أو النخل والكلام ده، إنارة بزاوية، تمام، ضيقة بتعمل فوكس أو بنسميها كونسنتريتد لايتنج، تصميم مناسب للأحواض الزراعية، مناسب للإنارة الخارجية، صمم خصيصا عشان يستحمل ظروف درجات الحرارة العالية في السعودية، تمام، بيعمل بكفاءة طبعا 100%، بيستخدم في الأحواض الزراعية، في النخل والشجر، في الأسوار، في المعارض التجارية، في الأرضيات الخارجية، ده اللي احنا بنسميه الإنارة بالغرس، تمام، ده بيبقى 1275 لومن، تمام، الفلكس بتاعه بيبقى موجود 3000 و4000 كلفن، 85 لومن بير وات، الافيكاسي الاي بي بتاعه 65 طبعا عشان ده موجود بره خارجي، البيم انجل 36 بلس ماينس 10%، الفولتج يشتغل على ال 220 يا شباب، 25 الف ساعه الضمان بتاعه، في منها اللي هي 5 او 15 وات،